طلاب وكنا ما مجاملة مدرسة تعليم من أفضل مدارس الوحدة اللي موجودة في مدينة الجنة. فعلا أنا وقتها في استطلاعي الأول وزياراتي للمدارس قلت أن أعيدها مع المدرسة السعدية من أفضل مدارس الوحدة، ذلك كان بناء على مجموعة من الاستطلاعات التي استطلعتها وقرأتها في مدرسة السعدية. بالفعل كما لفت انتباه أستاذنا الأستاذ محمد مصطفى اليوم قال ألمس فيكم روح المحبة والجماعة. بالفعل هناك البعض في فعاليتي وتفعيلي للعملية التعليمية خاصة نظام التعلم الجديد في الوسائل التي استخدموها وأعدوها كان لهم السبق على كثير من مدارسنا في الوحدة ومدارس تربية. وأشاد بهم المسؤول عن ذلك تعلم في وزارة التربية وسجلت إعجابها أمامي. وقلت أيضا أستاذ علي محمد محمد من أفضل مديري المدارس في الوحدة. أخلاقي وإلمامي من الجوانب التربوية والجوانب الأكاديمية لم يكن فضلا أو منة من أحد أن يعترف له بذلك، ولكن هذا حقه بالفعل.